السلام عليكم. عرفت ولاية المسيلة منذ قليل حادثة مأساوية وخطيرة راح ضحيتها 8 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى وسط دهشة وذعر سكان الولاية بعد سماع هذا الخبر الأليم. وتعرف مستشفيات الولاية منذ أكثر من أسبوع توافد 10 المواطنين والضحايا بين مصابين ومتوفين يأتم إجلاؤهم بواسطة عناصر الحماية المدنية بسبب كثرة حوادث المرور والتي تعرف هذه الولاية في الآونة الأخيرة، والتي راح ضحيتها 100 الأشخاص، وكانت أكبر مجزرة مرورية قد سجلت مؤخرا، أين توفي العديد من الطلبة الجامعيين والمدنيين. وتساءل المواطنون عن سبب هذه الحوادث والتي تكررت كثيرا هذه الأيام، ودعوا السلطات إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه المجازر والتي أرهقت الجزائريين.